اللحم عنده فوائد كثيرة، منها أنه يزيد الطاقة، يحتاج جسمنا على الأقل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. فيه فوائد يعني اللحم الأحمر، مليح للصحة، مليح لافون، طاقة فوالا، يزيد طاقة للجسم ديالك. أنا كمان ريني نجي ناكل لحم. فوائد ماشي حاجة مليش وماشي حاجة كبيرة كيما اللحم، كيما نقولوا لحم ولحم بقري زعما لحم الخروف، ماشي كيف كيف فوائد تاعها مختلفة.